بس فني محترم هنا دانك. مش معقول مش معقول شو هالقوة. محاولات درايف على الباسكت نادي النصر تحت السله. نادي النصر عم بحس الفريقين فيهم ستريس شوي، ما عم بيلعبوا بالليفل عالي. فاينل 8 وصل باول نسخه فيها، وحاليا حامد على الباسكت وحامد فريق محمد احمد المري عم بيعمل شغل جبار. كان خطير جدا، كان مقاتل شرس على بطوله الدوري العام، بطوله الدوري العراقي عموما. 3 بوينتس عن طريق فيصل، ما اروعك. عند امامادو مصطفى تحت الباسكت و25 الربع الاول من المباراه. الكره دائما عند حامد عبد اللطيف، برافو عليك وحش. ورضوان، رضوان بن سليمان عنده نقطتين. رضوان بيهايند ذا باك، حلو 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 هالموف لشباب الاهلي، فيها خبرات كبيره. وعبد اللطيف وداني لويس راح اول ذا واي وارض الملعب، وهنا داني لويس قدر يسجل بسرعه. النتيجه 25-10، سجل 16 مقابل 4. تاخر حامد ايضا على بطوله الدوري العام لكره اليد. داني لويس تمرير عند قيس، قيس على الباسكت، قيس ممتاز. شوف الدخول على الباسكت الى قيس، قيس عمر الشبيبي تحت الباسكت عند فوستر. ثلاثي رضوان بن سليمان اللي عم بيسلم الكره عند داني. داني نقطه 10 في المباراه. سوبر ديفنس حامد اخذها القوي لشباب الاهلي عليه. عمر رضوان صاحب الاربع نقاط، نقطه السادسه. انا حاسس النتيجه رايحه 50 مقابل 40. خلينا نشوف النتيجه. راح على وكبار الشخصيات والحظ. داني امامنا، محاولات عند حامد، حامد مسافة ال 3 بوينتس، وحامد عبر الثاني لويس. لويس من جديد نفس الهول، فيها فاول، فيها اوه الثاني على مارفل هاريس في الجيم. ثاني لويس عنده فرصة الاند وان. مع صراحة اليوم شباب الاهلي دفاعاته قوية، مش بس الهجوم، دفاعات شباب الاهلي قوية، لكن عودة الفريق اللي عم بدافع. شوف الان عاد فريق النصر للزون ديفنس. ثاني بيحاول على الباسكت، فوستر، فوستر بيحاول امام رضوان، فوستر بيربح الفاول مع سلة رهيبة. وها شو هالنصراوية وشو هالروعة وشو هالحلا. رننج جيم رهيبة، صالح قال له تفضل، والشو تايم النصراوية. واو 61-56 فارق عند خمسة. فوستر بالعالي احلوت الروعة، فوستر شوفوا هالحلا وشوفوا هالروعة وشوفوا هالدانك. ممكن نشوف جورجان الإيراني، ممكن نشوف نادي كاظمة. هذا رضوان بيرجع فعلا على أرض الملعب أخيرا. ثلاثية وو اليوم صاحب 12 نقطة بيروح على الباسكت، يحاول يخترق المنطقة. قدرات اللاعب الأمريكي ترجمت خطة الكوتش حسام الوكيل ومارفل. دائما عند مارفل هانس ثلاثية، ثلاثية هائلة للنصر. هي ليست الأولى وليست الثانية وليست الثالثة، هي الرابعة، لكن قد تكون بدفاعات مارفل هانس ونادي النصر. مشاهدينا الكرام، أبطال بطولة كأس الإمارات لكرة السلة.